ما بيجبس من عشاك ولا بيجبر عشاكل، يعني لا بيجبر ناس عبود ولا بيجبر حتى ناس النمير ولا بيجبر رواد ناس هاشم العطا وكده. انت مسكتك انت دول عسكري صف ليل قبلك بيه زي ما هاشم العطا في ثلاثة يوم نظف الوطن. عمك ابعاد ده نظف الوطن ونظفه ذاته. في سنة العسكريين كان مفروض ناس قوة التغيير الجماعة ديل يقولون يا جماعة مسألة العسكرية والسولجر انتوا نظفوا القصة دي، نظفوا لنا ناسكم، انتوا نعم اخواننا وبتاع، ونحن باقي الحاجات دي نقوم بها. انما كونوا يقعدوا لنا ديكور والناس قاعدة تموت والأزمة متواصلة، والله الشعب السوداني وانا واحد منهم نفذ الصبر. الصبر نفذ، يعني الواحد لما يصل مرحلة الكفر الله ظل يقول لك ليس بعد الكفر ذنب. لأن هناك عندنا هذا النبيين يقول لك الحمار لما أخذ لما تجوعوا تجوعوا بياكل الحبل، لو قام أكل الحبل ده بينطلق. فنحن كنا دايرين الراجل ده عشان نسأله في إنه يا أخينا أنتوا عاملين شنو يا أخي؟ نحن برا ما عارفين حاجة، نحن جبناكم ووصلناكم، أنتوا ما قدمتوا أكثر مننا ولا في القحاطة ولا في المهنيين، ذول قدم أكثر مننا ما في. وموثق موثق بصوت وصورة. فالسؤال أنا كنت حاسأله للراجل ده حاسأله لعثمان مرغن. يا أخو عثمان مرغن الناس دي عملوا لنا شنو؟ قدموا شنو يا أخي؟ نحن ما بشي ملموس ما شايفين حاجة. يعني الألماس متواصل وحالتنا بالبل. السلام عليكم. طيب يا جماعة يعني عشان أنت تجاوبوا على السؤال بتاعهم، اللي بيعتقد أنه الحكومة حتى الآن ماشية في الاتجاه الصحيح وأنها حتى الآن يعني أوفت بكل المطلوبات المطلوبة على مستوى الشارع، بالله يرفع يده. طيب اللي بيعتقد أنه الحكومة حتى الآن لم توفي بمطلوبات الثورة يرفع يده. طيب الظاهر انه الغالبيه هم بيعتقدوا انه لسه الذي انجز حتى الان لا يوفي بمطلوبات الثوره. نعم. طيب يا جماعه هو ظاهر يا جماعه انه الظاهر الاخبار التي وردتنا الان من داخل قاعه الاجتماعات انه القانون يمر بمخاط صعب جدا، يعني يبدو انه في معارضه شديده داخل، فيبدو انه نحن هنستمر شويه في انتظار ميقات ولادة هذا القانون. ف أي ما تجي بس حديك بس أي ما ده عضو مننا تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مجاهد علي الحسن، باحث اقتصادي في مجال التعاونيات. أنا بالمناسبة عجبتني جدا الحركة بتاعت البرزنتيشن اللي قدمها أستاذنا عثمان مرغني قبيل، على أنه أي دولة في الدنيا لو دار تبدأ لازم يكون عندها رؤية وتحدد مدى زمني وتتابع الرؤية بتاعتها دي لحد ما توصلها للنهاية. أفتكر أنه معالي رئيس الوزراء الأستاذ عبد الله حمدوق قدم أولويات من أولى الأولويات بتاعته أنه تحقيق السلام دي الأولوية رقم واحد. باعتبار أنه الثورة كان شعارها حرية سلام وعدالة. فلحد ما تحققت الحريه ونحن ماشيين في عمليه السلام. لكن مع الاسف الشديد جدا انا شفت منابر كثيره جدا بتتكلم وشفت وزراء كثيرين جدا بيقدموا خطط، لكن السلام ما عنده اولويه فعليه الا من خلال المحادثات والوصول الى توقيع اتفاقية السلام. طيب إذا نحن وصلنا لتوقيع اتفاقية السلام، ماذا بعد توقيع اتفاقية السلام؟ أنا ما أقدر أقول الحديث هنا حديث بتاع نخب، الناس قاعدة تتكلم عن إنتاج وعن تصدير وعن، وفي ناس قاعدين في الكراكير لأسا، وفي ناس قاعدين في المعسكرات بتاعت الناس في دارفور، وبيحتاجوا للبيزك نيدز الثلاثة أشياء الأساسية اللي هي الأمن والمأكل والمشرب والمسكن. لحد هسه ما شفته ولا واحد قدم رؤية لما بعد السلام، انك انت حتجيب الشرائح دي
وتخليها مخرطه في المجتمع تاني كيف؟ بحيث انها تكون اله من الات الانتاج اللي هو اللي احنا قاعدين نتكلم عنه هسه. عندنا تلتين او زياده من التلت من الشعب السوداني قاعد تحت الكراكير لحد هسه وقاعد في المعسكرات. والاساس بتاع التنميه اذا ما بدا بالانسان ما بيكون او ما بيصل لمآلاته الصحيحه، واذا ما كان هدف الانسان ما بيصل لمآلاته الصحيحه. في زول عنده رؤيه محدده، في زول اتكلم كتب، في زول عنده شيء مخطوط استراتيجي عن انه الشرائح دي نحن نستوعبها كيف ترجع للمجتمع ثاني، انه كيف الشرائح دي يتم اعاده توطينها من جديد. العالم ده كله اذا نحن مشينا نقدم له خطه بتاعت اعاده التوطين بعد السلام حيطالبنا يقول لنا يا جماعه انا داير خطه بلان 1 2 3. الخطه بتاعتكم شنو لاعاده التوطين دي؟ بيمولوها الحته بتاعت المال دي ما فيها مشكله بتتمول، لكن هي شنو 1 2 3؟ انا قدمت رؤيه عن الجمعيات التعاونيه لوزاره التجاره وقدمتها لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني، واقترحت انه الجمعيات التعاونيه تكون هي اساس اعاده توطين الناس بعد اتفاقيه السلام، بحيث ان احنا نعمل قرى نموذجيه للانتاج يتم فيها توفير الخدمات الاساسيه اللي هي الصحه والتعليم والامن، وبعد كده احنا نحولهم لمجتمعات منتجه. فانا السؤال بتاعي هسه دي، هل في وزير من الوزراء قدم خطه لاعاده توطين الناس دي؟ انه كيف ندمجهم كشريحه اساسيه من المجتمع؟ انه كيف انه يكونوا هم جزء من الانتاج بتاع الدوله؟ لانه معروف انه الاقتصاد ما بيتطور الا بالانتاج. فهل احنا هنقوم نتكلم عن انه الشريحه دي تكون قاعده زي ما هي كده ونحن نستغل الموارد بتاعتها؟ مثلا يجوا ناس من اماكن ثانيه يشتغلوا على الموارد بتاعت المنطقه دي، ولا نحن مفترض علينا انه نحن نستوعب الشرائح دي في منظومات انتاجيه بواسطه بلان يكون مخطوط خطه استراتيجيه 1 2 3؟ ولا هو السلام بس انا اجيب عبد الواحد محمد نور واجيب ياسر عرمان يوقعوا ويجدوا مجالس عندهم في المجلس التشريعي، ولا يجدوا مقاعد في الحكومه الانتقاليه، يعني بس ده السلام يعني لحد ما نوقع بس وخلاص؟ يعني دي الاسئله اللي انا كنت داير اوجهها للناس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. دقيقه بس خلي اللحظه. لا واحد يمشي ولا يلا تفضل كلام. طيب قرب جزء قدام قرب. لا ما تحرك. كويس. نحييكم بتحية الثورة. صابينها. طيب يا اخوانا، والله انا كنت بدي اسال السؤال، واتمنى يعني الاستاذ عثمان مرغني يتبناه ويكون سؤال اساسي للاستاذ الدكتور مدني عباس مدني. انا دايرين نعرف السؤال الاول في اطار بناء الدوله الجديده، الذهب بتاع جبل عامر ماشي لحميتي، ماشي لوزاره الصناعه، ماشي لمنو وشايل منو قروش ماشي وين؟ يعني دايرين نعرف حق الرزيقات، حق بني حسين، الاشكاليه الحاصله دي. السؤال الثاني قضية موسى هلال. يا اخوان انا ما من دارفور، انا مولود في دنقل العجوز. دايرين نعرف الزول ده مسجون ما مسجون؟ قدموا له محاكمة اصلا؟ الجريمة اللي ارتكبه فين من الاساس شنو يعني؟ لو عامل جريمة يعني ما قدموا له محكمة ليه؟ طيب بالنسبة لخصوص الثورة يا اخوان، والله انا بديت اؤمن بما يسمى بنظرية المؤامرة. هو اذا اصلا البلد دي فيها ذهب وينتج بالطريقة دي، الكيزان من اساسه فرطوا في الاقتصاد لما جت الضيقه الماليه ليه؟ يعني اذا السودان بينتج مثلا زي ما بقولوا 300 400 مليون طن، ليه الكيزان قدروا يستنوا لما بقى في ضائقه ماليه في الصرف؟ في يعني هم ما بياكلوا صح؟
ال 400 مليون طن اللي اكلوها دي اللي ياكلوا منها 300% دي كان بتحل لهم مشكله البنزين والجاز والسكر، ونحن ما كنا سرنا ضدهم يعني، ما هي حقتهم هي في النهايه ما اكلناها حقتنا احنا وما اكلناها. بدل ما ياكلوا 400 مليون ونقوم ثوره نشيلهم يفقدوا ده كله، ياكلوا 200 ويخلوا 200 ثاني سنه سنتين ننساهم ثاني ننزل الشارع ثاني بالطريقه دي. لكن انا بقيت اؤمن بنظريه المؤامره اصلا، اذا شيء ده حاصل يعني هم كده اصلا فرطوا ليه مفرطين في في في, في الحصل ده. الشيء الثالث يا اخواننا الحاصل الايام دي الاحباط الحاصل، انا شخصيا بشوف انه اقرب مثل لنا نيجيريا. يا اخوانا انتاج نيجيريا من البترول زي 3 مليون برميل، يعني قدر انتاجها 7-8 مرات. فنيجيريا مصنفه من افقر دول افريقيا، نيجيريا وانغولا. يبقى انا ما عارف يعني هل احنا حنقوم نكرر الخطا بتاع نيجيريا وبتاع انغولا، ما برضه يعني عشان كده ده كله داخل في نظريه المؤامره. والشيء الاخير بقوله يعني انا حنتظر الاربع يوم بتاعت حمدوك جاي من اليونايتد ستيت بعد اربع يوم رفعوا اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب، خلاص ما رفعوا والله حقهم يعني نطلع شارع ونموت يعني نشوف لنا جحر نتلم فيه وتاني ما في حل يعني ما في حل غير كده. لا نظر الشغل ماشي كده وما في حتى من الكلام اللي بيتقال من رجال الاعمال والذهب والشيء الحاصل ده ما شايفه فيه نوع من المنطق يعني. وشكرا. شكرا. تعال انا شايفك من غير متحمس. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام الرشيد عبد الله موظف في وزاره الماليه. اول حاجه اتكلم عن التعاونيات. التعاون هو ده المخرج من الازمات الاقتصاديه الموجوده عندنا. وايش اللي عجبني من قبل الاستاذ اسمه مرغني بيتكلم عن التنميه السياسيه اللي هو وتحتها الطبقه بتاعت التنميه الاجتماعيه وتحتها الطبقه الاولى اللي هي التنميه المدنيه. ايوه. طيب يلا نحن نتكلم عن التنميه الاجتماعيه. اسهل وسيله انه لاحداث التنميه الاجتماعيه هي الجمعيات التعاونيه. لأن الجمعية التعاونية عبارة عن ناس بيتلموا في الحلة في عندهم قروش دايرين يحلوا بها مشكلة، مثلا دايرين يعملوا خط بتاع مواصلات أو دايرين مثلا ينتجوا مواد غذائية بسعر رخيص. ففكرة الجمعيات التعاونية هي إنه الدولة بتدعمها بالأراضي الزراعية وبتدعمها بالإعفاء من الضرائب وبتدعمها بالإعفاء من الجمارك في حالة إدخال التراكترات والمعدات الزراعية. مقابل او بشرط شنو؟ انها تبيع ارخص من السوق. في الحاله دي هو انها الجمعيات التعاونيه بتشتغل شغل اجتماعي وفي نفس الوقت بتشتغل شغل بتاع ربح. والجمعيات التعاونيه او العمل التعاوني هو او المسار التعاوني هو طريق وسط بين الطريق الراسمالي المتوحش والطريق الشيوعي في الاقتصاد المعوق للنمو. الراسماليه يعني دول الرأسمالي مثلا داير يبيع لك قزازة بيبسي، لو القزازة ب 20 جنيه ولقى طريقة يبيعها لك بمليون جنيه بيبيعها لك، ده الرأسمالي. الشيوعية النظام الشيوعي في الاقتصاد بيحدد لك التتعيرة، لكن الاقتصاد بتاع الدولة أو اقتصاد البلد عموما بيكون ما فيه نمو اقتصادي. فالحل المثالي هو حل وسط أو الطريق الثالث الوسط هو الطريق بتاع الجمعيات التعاونية. قبل انا عجبني واحد من رجال الاعمال كان بيتكلم قال الصين نهضت لانه اي دول خلته يصدر بقيمه 10 دولارات. فاسهل طريقه انه الشعب السوداني كله يصدر انه كل الشعب السوداني يخش في جمعيات تعاونيه. واساسا تكوين الجمعيات التعاونيه يتم عن طريق السكن في الحي. السكن في الحي. الشرط بتاع تسجيل جمعية تعاونية تسجيل جمعية تعاونية بيتم أقل حاجة وجود 75 شخص ساكنين في منطقة واحدة. ده الشرط عند المسجل بتاع الجمعيات التعاونية. يلا يلموا رؤوس أموالهم مع بعض ويشوفوا المشكلة بتاعتهم شنو ويبدوا الحل بتاع
المشاكل الاجتماعية الموجودة في المنطقة بتاعتهم. خلصت؟ أيوة. ال لتكوين الجمعية التعاونية الشروط بتاع تكوين الجمعية التعاونية سهلة جدا. أقل حاجة وجود 75 شخص بموافقتهم وتوقيعاتهم، ورأس المال السهم قيمة السهم للشخص الواحد 260 جنيه. الشرط الثالث هو إنه ال 75 شخص كلهم يكونوا ساكنين في نفس المنطقة وبيعرفوا بعض. فهي شروط يعني ما صعبة لتكوين الجمعية التعاونية، لكن بعد ذلك يبقى الفهم إنه الناس اللي كونوا الجمعية التعاونية دي هم ناس تعاونيين. وبالمناسبة التعاون ده ما خاص بالدول الفقيرة، التعاون ده في أمريكا. طبعا هنا التعاون عندنا عبارة عن دكان بتاع الزيت والدكان بتاع السكر، لكن التعاون ده أساسا فكرة عالمية موجود في أمريكا وموجود في ألمانيا. بعد ذلك أتمنى لو عندي طلب صغير للأستاذ عثمان مرغني إنه استضيف لنا خبير التعاونيات رئيس جمعية رأس الخيمة في الإمارات الأستاذ مجاهد علي الحسن في المرة القادمة. أتمنى ذلك إن شاء الله. الحضور الكريم، انا حيكون عندي تعليقين والنقطه الثالثه بلتزم بالزمن 3 دقائق لتدي المساحه. يعني الكلام اللي قاله اخونا نجم الدين، قال الليله انا جيت في التيار وكنت محبط جدا جدا، بالعكس انت الليله افترضت تكون منتشي لانك قعدت واستفدت من الحوار والنقاش، ودي مساحه بتاعت الحريه دي مش التيار. وكوننا الرئيس التحريري يجي بنفسه يناقشنا ويحاورنا دي من ثمار الثوره. الاق عمار بصفتك انت عضو دائم في التيار، لكن عمار بقول لك رساله، يعني عهد الكيزان انتهى وانتهى بشكل ما طبيعي، والعنده حنين عشان يعود دولة الكيزان كذاب. السودان ودى حكم العسكر نهائيا، وانا الكلام ده بقول لعمار رغم الصداقة ومعرفتي معه من سنة 96 في جامعة خرطوم. نحن ما قرينا جامعة خرطوم لكن كنا بنشوف اركان النقاش. عمار الان يعني المشكلة بتاعته من الناس اللي بتخرب، يعني امسك ادبك وتكلم بادب، فاهم كده؟ تتكلم بادب، فاهم؟ اي قله ادب انا بحسبها. لا خلاص يا عمار، خلاص خليك كويس؟ يعني نحن انا اخذت فاهم كده؟ خلاص كويس؟ يعني الشكل بتاع الاحباط اللي بيقابلنا من الدوله العميقه ده شكل خطر جدا، وانا الكلام ده بقول لكم بصفتكم انتم كاعلاميين، اعلاميا الناس تقف ضد التخريب. كويس؟ تقيف ضد التخريب، ضد التخزين، ضد الاحباط. يعني الان نحن معلش ما يتكلم عن شخصيه، ايوه خلاص سابك ما يتكلم عن شخصيه، سابك انت شو اللي دافع؟ معلش اعتذر والله ما بتقدر، معلش والله معلش. عمار لما قدمت صفه الصداقه ومعرفتي بك سنه 96 واخذتك كنموذج لانه بعرفك معرفه لصيقه. ده الكلام اللي بقول لك، وانت تعرف انا بتكلم عن شنو. بتمنى الناس تصل لحقائق وتدرك الخطوره احنا بنعاني منها من الخبث السياسي. احنا الان مشكلتنا في تخزين فظيع جدا جدا، بتبع عبر الفيس، بتبع عبر الواتساب، بتبع عبر الصحف. يعني ثورتنا المجيده دي محاربه من قبل شنو؟ مخابره من الاعلام. ودي الدوله العميقه، الناس انا ما بقول الدوله العميقه، بقول الدوله الخبيثه. الدوله الخبيثه، ونحن لما الناس طلعت الشارع طلعت لحاجات معينه. ده الكلام لاخ عثمان مرغني، يعني الناس طلعت حقيقه. الفقر والجوع والمرض هو الناس، ونحن مشكلتنا كلنا بنتكلم. الجهه الوحيده اللي ما كانت بتعمل بدون كلام اللي هو السوار والكنداكات، دين الناس الوحيدين اللي خدوا قرار قالوا نحن الجيل الراكب راس ما بيحكمنا الرئيس رقاب، وفعلا القدر استجاب لهم. دي الفئه الوحيده اللي كانت صادقه، والان الفئه الوحيده حقها وين؟ يعني مستقبلهم وين؟ حقوقهم وين؟ صح ما بنمتلك عصا موسى الليله لكن في بيقولوا هن العرب الناجحه من عشا زوزايا، الناجحه من عشا زوزايا. انت بتعرف شنو المطلوب شنو؟ يعني هسه زي ازمه المواصلات، قرار واحد لو قدرت الحكومه اتخذته البلد كانت اتصلحت، اللي هو تقسيم العمل، عمال في زمن معين، موظفين في زمن معين، طلاب في زمن معين، دي كانت على الاقل المشكله بتاعت المواصلات تتحل. ولذلك نحن محتاجين، يعني محتاجين البيجي يتكلموا عن الثوره يكونوا قدر الثوره، يعني محتاجين للقيادات الحقيقيه. يعني شنو لو انت قلت لنا نحن طلعنا الشارع وطالبنا باستقاله وزير او فلان او علان في سبيل شنو؟ في سبيل التغيير وفي سبيل الاصلاح عشان البلد تمشي لقدام. وشكرا جزيلا. عرف نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد طيب يا جماعه بس احنا ندي الاستاذ مدني ربع ساعه، اذا ما جاء حنضطر ناجل هذا المنبر. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد سيد عبد الحليم. انا حقيقه كنت طالع بس في نقطه يعني اغلقتني انا، وقمت رجعت وحبيت انه اشارك بكلمه بسيطه تعليق على كلام ورد من الاستاذ عثمان مرغني ومن مشارك اخر بالنسبه لسفر السيد رئيس الوزراء للولايات المتحده. يعني قالوا انه هننتظر الاربع يوم دي، وبعد ذاك انه اذا حصل انه رفعوا اسم السودان من القائمه فهنستبشر خيره، واذا ما رفعوا فانا اعتقد انه ده نحن بنخط حاجاتنا في قرار هو في النهايه ما بيد حمدوك ولا بيد السودان، وده ممكن يكسر الناس ويرجعنا لنقطه بتاعت احباط شديده يعني. فانا اعتقد انه ما مفروض نعتمد اعتماد كلي على الموضوع بتاع رفع العقوبات على اساس انه يكون هو خيار، والدول يا اخواننا بتبنى بسياسه بتاعت نفس طويله يعني. فما ممكن انه لو ما رفعوا الاسبوع ده ولا الشهر ده انه لا الثوره تكون مستمره وبنى السودان يكون مستمر حتى اذا ما امريكا ما استجابت لرغبه الحكومه ورغبه الشعب السوداني. نعم. الحاجه الثانيه اللي داير اقولها يا اخواننا انه النظام الاقتصادي طبعا الناس كلها متجهه انه كيف نبني الاقتصاد السوداني. انا بفتكر يا اخواننا الاقتصاد هو مدارس، يعني كل زول عنده راي والاراء مختلفه وكل مدرسه براها، لكن الشيء الجانا والمكاسب جاتنا من الثوره يا اخواننا وبنى الدول بيتم بالنظام المدني الديمقراطي. لا من نقدر نحافظ على النظام ده، بالتالي بنقفل المواسير بتاعت الفساد. يعني الديمقراطيه هي اللي بتحفظنا من الفساد انا افتكر. فالشيء الرئيسي اللي يتوافقوا عليه الناس كلهم انه احنا دايرين نظام مدني ديمقراطي. بعد ذاك الطريقه اللي هيمشي بها الاقتصاد السوداني افتكر انه هيكون فيه مدارس وشد وجذب من اتجاهات مختلفه، والناس تتقبل الوضع ده، وده وضع افتكر انه صحي. شكرا جزيلا. طيب يا جماعه قبل ما اواصل للمتحدث، تعال قبل ما اواصل للمتحدث القادم، هو للتوضيح بس الضيف هذا الاسبوع اصلا كان الدكتور ابراهيم البدوي، كان وافق في البدايه على الحضور لكن اعتذر بعد يومين من موافقته من بدايه الاسبوع، وبعد ذلك اصبح الاستاذ مدني عباس مدني. الان نحن بننتظر نديه اخر 5 أو 6 دقائق، لكن عشان نخلي المساله مفتوحه بالنسبه للاسبوع القادم، فعندكم فرصه، انا اعتقد فرصه الان اذا حددتوا بعض الخيارات. هو المقترح حتى الان هو الاستاذ الدكتور عمر القراي، لكن اذا كان في اي خيارات اخرى مطروحه، اذا كان في خيارات مطروحه ممكن تقال الان، ونحن نتعهد بانه هو يكون ضيف الاسبوع القادم ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. حقيقه ان كوباية الشاي يعني فكرة جميلة ورائعة، والحضور ما شاء الله رائع وجميل، والسودان بلد زي ما نقوله بلد كله ناس، السودان يسعد الجميع. والله جد نحن سعيدين جدا بهذه الأفكار النيرة وبهذه الحرية، وهذا هو السلام وهذه العدالة. الإنسان لو قال أي كلمة مفيدة والله بأمانة كده يعني. الناس مهما كان يعني مدني عباس مدني ما جاء، لكن الناس جاءت عرفت حاجة برضه، افتكر يعني هي برضه كسبانين والله. نشكر باشمهندس عثمان مرغني، هذا الرجل الهمام، الرجل النشط اللي عرفناه ودائما هو من الناس الصادقين، والقلم اذا بقولوا القلم هو يعني حاجه ما سهله، عموده وجريدة التيار الصبر، كانت الجريده محاربه زمان الحكومه السابقه، وربنا سبحانه وتعالى بصبرهم ربنا اكرم عليهم لانهم كانوا صادقين في كلامهم. وقت الجريده بتطلع مواضيع حقيقيه، فالصحافة هي مصداقية، الحق يقال مهما كان حق تقوله. الإنسان ما يبقى زي ما قالوا الناس الكلام قالوا لك بعيدوه. أنا بحب الناس يكون عندها الجراء والصدق والشفافية، نحن في الآخر سودانيين نهتز بكرامتنا وشهامتنا وشجاعتنا، لأن احنا كنا سباقين في العالم كله والله، سباقين العالم الإسلامي والعالم العربي والأفريقي في كل حاجة كنا متقدمين. احنا سلالتنا سلالة ما سهلة، ولازم نحافظ على سلالتنا، نكون موجودين كسودانيين سودانيين سودانيين. انا والله معليش قبل استاذ عثمان لما قال لي داير رجع الاعمال، والله ما زعلت، بالعكس
المنبر هو مفتوح لكل الناس، والناس تحب بعض، تتنازل لبعض، زول لو في زول عنده فايده دي فرصه يشارك، الناس لما تشيل بعض، في ناس بطبع ربنا سبحانه جابوا انه يكونوا قاعدين يستمعوا بس، في ناس طبعا جابوا يتكلموا، الكلام ده ما فيه حاجه، مو الكلام ده مرات الانسان ما يزعل، الزول مرات يكون ما قصد حاجه، قصده انه يقول كلام يوضح بس الناس ما ياخذ الناس تخش في لو في زعل، والغايب لما بقول عذره معنا احنا والله جد يعني قبل الكلام اللي قالوه الاخوه رجال الاعمال والتجار، لانه التجار دي يا اخواننا والصناعه لان هي اقتصاد البلد، يعني زي ما بقول لك السياده السياسيه عند رئيس الوزراء والدفاع والخارجيه، لكن السياده الاقتصاديه في يد الماليه والتجاره والصناعه. نحن زمان كان في حاجه اسمها بقول لك زي ما قالوا جمعيه تعاونيه، والتجاره دي معروفه هي شنو؟ نحن اسسنا منظمه التجاره الدوليه، عندنا خبراء اقتصاديين سودانيين ما شاء الله مميزين، اتمنى الناس تستفيد من هؤلاء الخبراء. السودان ده مليء برجال برجال بمفكرين وعلماء، الناس تطلعوا برا اكثر من كانوا جوا، لكن اتمنى الناس تجمع جوا يكون في شكل الغاز دي يجمعوا ناس اختصاص، يعني بامانه يزول اختصاص في مجاله ويقول لك الزول المناسب اللي كان مناسب. احنا والله ما بنزعل يزول يقول لك كان برا جابوه وكان جوا، ما ينزل ياخذ حظه، ما قسمه الزول ما قسمتك في الاخر، انا قسمتي اتكلم ما عندي شو اتكلم. الناس ما تزعل يا اخوان، نحب بعض، حبنا حبنا لبعض، عدم الجهويه والعنصريه والغلط ده اخر السودان، والله بامانه كده لو حبينا بعض بنمشي قدام، لو شيلنا بعض بنمشي قدام كده. كيف تساعد اخوك؟ الناس زي فضل الظهر الشارع الشباب بيعملوه في المناسبات والمجاملات، السودان شعب، السودان شعب مجامل، شعبي دائما هو ما شاء الله كريم، برا احنا معروفين بالكرم والشهامه، بنقف مع بعض. اسئله الغيمه دي معلش يا استاذ عثمان معلش، انا والله بس حبيت اقول كلام بصراحه، كلام يعني كلام من القلب للقلب، لكن والله العظيم احنا ما نشفر، الصبر ان الله مع الصابرين، الحكومه دي اداه هي مدنيه بدأت 3 أشهر، إحنا صبرنا 30 سنة، نصبر شهرين ثلاثة نشوف حد 3 سنة ونص دي عنده فرصة بتاعتهم، نشوف المالية عامل شنو، الاقتصاد عامل شنو، في الصناعة عامل شنو، الناس ما تتسرع، ما تسبق الحوادث، كان في أزمة بتاعت مواصلات الناس كلها شهادتها الأيام اللي فاتت، الناس تحاول تجد حلول ومعالجات، الناس تعمل منابر زي دي في كل حي، يعني افترض في كل حي في كل منطقة الناس تتناقش توصيل للمحلية للولاية، زي ما قالوا الحكم الفدرالي والحكم الزماني، يعني الناس تحاول ترجع للأساس، أهم شيء معيش الناس، معيش الناس أهم شيء إخواننا، إحنا ما نتكلم سهل، المعاش اللي هو في الصحة وفي التعليم دي أهم نقاط الناس تناقشها، والله أنا ما أقدر معلش كتبت الكلام لكن بحكم أنا زول إعلامي، والله يعني جد أتمنى الناس ما تزعل من بعض، صابح بعض ونبدأ من الليلة من بكرة، ننسى الماضي نبدأ من الليلة إخواننا. عبد الملك جميل من البادي اعلامي وشكرا لكم جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا استاذ. لا ما دقيقه يا جماعه جميعا، في ناس حاجزين، وبعدين قبلها ما انا عايز الترشيحات يا جماعه، في 3 ترشيحات، هل في اي ترشيحات؟ مع القراية. طيب الموافق على القراية يرفع يده. واضح انه هي الاغلبيه. طيب انت اخذت فرصتك يا دكتور ده وزير الخارجيه. نعم السلام عليكم. طيب في مقترح ثاني، وزيرة الخارجية يا جماعة، الما موافق يرفع يده. وزيرة الخارجية هل تفهم هيك؟ نعم؟ ما باعتبر الموضوع هيك. السلام عليكم يا جماعة، قرب شوي الميكروفون. لا أخذ علي مصطفى. من الداخل 5 دقائق آخر 5 دقائق. لا بلاش عندي. لا ما بقدر خلاص أحط فرصة. مش عندي يا جماعة ثاني خطوة. طيب هو بيسأل، قال يا جماعة مدني ما كانت تدو مدني الفرصة الجاية، يا جماعة مدني ادينا فرصتين حتى الآن، مدني ما ظهر قبل كده حرية وتغيير، والآن ظهر كوزير صناعة، خلينا ندي فرصة لواحد ثاني بعد ممكن نرجع لمرة أخرى. نعم ليه؟ طيب مع السلام عليكم ورحمة الله. بخيت علي مصطفى من أبناء شندي بغرية العطلاب العبابدة، وأنا والله قبل متمنين جاي من شندي عشان العبابدة رايل هنا، والحمد لله على خير، ما إن شاء الله أنا قابله مرة ثانية. ونحن يا جماعة الصورة دي لحد الآن في شندي ما وصلتنا والله، ودي كلها مظالم والله، دي كلها مظالم. أنا والله جاي من محلية شندي، أنا بتدور في محلية شندي من 2013 لحد اللحظة، أنا ما اتحلت لي مشكلة واحدة، وكنت دار الدين ملف ده خليه عندي. السلام عليكم ورحمة الله. طيب يا جماعة لما عليك دقيقة بس، دقيقة يا جماعة بس، هو الأخ ده والله صار نقطة مهمة جدا يا جماعة، والله نقطة أنا أعتقد أنه تنتبه لها، عشان أنت تقابل مسؤول وعندك مظلمة، عندك اقتراح، عندك أي، عندك فكرة، عندك أي حاجة، هل لابد أنه تتربص به في مناسبة عامة، ندوة، محاضرة، عزاء، زواج،
حتى تقدر تحصل عليه. يعني ما هي الطريقة المثلى لمقابلة المسؤول؟ لأنه الناس عندهم أفكار، الناس ما عندهم مشاكل، عندهم أفكار بعضهم عايز يوصلها للمسؤول. كيف يوصلها للمسؤول؟ سواء كان مستوى وزير أو رئيس الوزراء، كيف نقدر نصل للناس ديل؟ ده أنا أعتقد السؤال مهم جدا يجب الإجابة عليه، أنه كيف يستطيع المواطن أن يصل بمظلمته أو بمقترحاته للمسؤول؟ لأنه نحن بنشوف في دول تانية، حتى دول يعني حولنا في إقليم العربي، رغم أنه يعني الدولة هناك دولة مستقرة ورفيعة جدا، لكن من السهولة بمكان أنك تصل إلى أعلى سلطة. حتى دول الخليج كمثال، وهي مثال جيد جدا في هذا المقام، تستطيع أي مواطن أن يصل لحد مستوى الملك أو الأمير بسهولة جدا، أنه يرفع مقترح، يقدم مظلمة. فلماذا هنا في السودان مشكلة؟ عايز يقابل أي مسؤول لابد أنه ينتظره في منحنى عشان يقدر يقابله. ليه المشكلة؟ شنو ما هي المشكلة اللي بنعاني منها هنا تخلي أنه المسؤول مجرد ما يبقى مسؤول يبقى لا يمكن الوصول إليه؟ طيب اتفضل عشان توقفت كثير. Good evening for all. No, 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 I will not talk in Arabic. You see, the international role of the world against Sudan. When the revolution came to the dot. You are Sudanese. Yes, I will. I will. But when the United Nations Security Council and the United Nations General Assembly were about to take a decision against the Sudan government, those Russians and Chinese used the veto against Sudan, and they stopped the revolution. That is why this man said that we haven't a revolution in Shendi. And all that Mr. Nagmuddin al-Ammar himself and so on, all of us are now victims of that veto. Forget it and keep smiling. Begin again. بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي ونسلم على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا يعني يمكن في متابع هذه الجلسات بتاعت كوبا الشاهي على كاسيت، ودائما بقرا في عمود باشمهندس عثمان مرغني، وحقيقة بستمخ تمام من كل الأشياء قاعد أقولها، مع إنها نوع من الحقائق. لكن إحنا الآن عندنا مشاكل قد إنها في بداية الصورة، إحنا صور الصورة، وقد يعني في حاجة كثيرة جدا جدا لغاية حسي الناس ما عملتها. أول حاجة إحنا عندنا معيش الناس، يمكن دي الحاجات الناس قامت من أجلها، المسألة بتاع معاش الناس والدواء والصحة والتعليم. لكن حقيقة واجهنا إنه بعد نجاح الصورة الثوار الآن هم مقدمين في إنه ينفذوا الأشياء على أرض الواقع، جهلوا من قبل المهنيين. نحن مهنيين ونحن أصحاب الصورة. ذكر الأخ تحدث قبل شوية إنه مقابلة المسؤولين، أساساً الناس المسؤولين اللي إحنا جبناهم وزراء ولا حسب الفترة الانتقالية وكانوا معانا في هذه الساحة، لكن لما حصلت اللحظات الأخيرة كلهم زاخوا، وإحنا ضربنا بالرصاص ونجحنا هذه الصورة. لغاية مبارح في حاجات كثيرة قاعدة تحصل. مستشفى مدرمان مبارح الأطباء أضربوا من المستشفى، وكان في مرضى موجودين في المستشفى. شخص ضعيف كنت متحرك ومشيت عشان أزور لي واحد، بس لقيت الأطباء ما في الجن. مشيت للمدير الطبي، يا مدير الطبي وين الناس؟ قال والله الدكاترة دي عندهم مطالب إدارية، والمهم انه اضربوا مع انه ما حققوا لهم وزير الصحه. اتصلت بعدد من المتطوعين وفعلا حضروا زي 4 اطباء، والحمد لله رب العالمين قد افرجنا على كثير من ناس الطوارئ. واحده حاجه ثانيه، مشيت لوزاره الشؤون الانسانيه اللي هي بتسمى الشؤون الانسانيه لكن دي الشؤون القبيحه. الذي حصل فيها التفكك بالنسبه للمنظمات اللي بتشني اسم السودان بمسألة السودان جعان والسودان فيه كوارث. وحقيقة
لما مشيت لقيت انه عدد كبير جدا جدا من الاطفال والنساء جو وقفوا في احتجاجيه للسيد المفوض اللي دعيان للشؤون الانسانيه. أن احنا وقفت مننا المنظمات ليه وقفت المنظمات؟ المنظمات دي يا اخواننا هي اصلا ما بتدينا والا تاخذ مننا. بالتالي احنا مقدرات هذا الوطن العزيز ممكن جدا يسعدنا في اننا ما نحتاج لمساعدات من المنظمات الدوليه اللي بتجي على اساس الناس بتستغل لنا من الاجنده بتاعت اللجنات الخارجيه ممكن تضر السودان. الحاجه الثانيه النسوان دي ذاتهم الحس جوقه ولقفه احتجاجيه محرضات من جهات معينه. ويمكن القروش اللي وصلت في السودان بالنسبه لمساعده السودان في المساله بتاعت السيول والامطار والفيضانات عشان ننتظرها من الدول ممكن جدا جدا تساعد عدد كبير جدا جدا لحل مشاكل بتاع البنيه التحتيه، لكن مع الاسف الشديد انه دي كلها كانت مشت في اعياد بتاعت ناس ممكنين في وزاره الشؤون الانسانيه وهي دي مش الشؤون الانسانيه، دي الشؤون الاداميه عدمت كثير من ابناء السودان وخلتهم انه يشحدوا في الدول كانهم لا يجدوا شيء في السودان. عموما انا تكلمت مع الاخ المفوض وقلت له احنا السوار احنا محرر هذه الثوره. والله انا شغال 23 سنه في المنظمه السودانيه ما بيجي حد عملتني بريال يمكن حددت وعالجت اكثر من حاجه بتاعت 15000 في ولايه دارفور. سجن الهدى 5500 نزيل، سجن التعبات ام درمان فك 147 نزيله. الان نحن نقول للاخوه انه الناس الان هم موجودون في وزاره الشؤون الانسانيه يجب طوالي الناس تعمل هيكل لهذه اللي نعمل انه كلهم عصابي بتاعت النظام البعيد وكلهم مقدرات بتاعت الجحد. يعني أن احنا المراه السودانيه اللي اصبحت تمشي الخليج عشان ما تشحد عشان الدواء عشان تاكل عشان تشرب. احنا عملنا مشروعات قلنا لهم يا ناس المفوضيه هذه المشروعات ممكن تقدر بمليارات الجناحات وتقنع اي انسان ضعيف بانتاجه وبروليم الوسائل بتاعت الانتاج. في مشاريع الناس بيعملوها المشاريع اليدويه الصناعات اليدويه. بالنسبه للزي المدرسي وبرضه ان احنا حددنا انه الزي المدرسي ممكن يكون غير ربحي ودي كلها حاجات بسيطه جدا ممكن تعالج الحاجات دي ما احنا شفناها في الخليج وشفناها في اوروبا. عالج مشاكل كثيره جدا جدا بتاع الطلاب بالنسبه للمدارس. فدي الحاجات اللي احنا بنقول انه الناس حقه تلتف حولها لكن ما ممكن اطلاق الناس يمشوا على اساس انه يجيبوا المفوض. حليت المنظمات دي كان المنظمات دي ملك الليم. المنظمات شوحت وسط السودان. المساعدات القاعده تجدي شوحت وفي ايادي بتاع ناس معينين وكانوا مستفيدين منها. الكم الحائل ما لاقي اي حاجه. فانا اختصر كلامي في الحته دي وبرضه انبه الجمع الكريم انه أن احنا في هذا القطاع نحن هنقدم شيء لمعالجه البنيه التحتيه وممكن يساعد في مساله الاقتصاد ويساعدنا في مساله الصحه والتعليم ويساعدنا في مساله اننا السودان يبقى دوله الثقافه كما ذكروها الاخوان في القبل. وانا اشكر اخونا عثمان برغاني على مجهوداته الكبيره التي قدمها في السابق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المهندس علي موسى العثمان. شكرا باشمهندس. عشان يا جماعه بس لانه الوقت ما ادينك فرصه انت حولتها ل بس في تنبيه بسيط من الاستاذ الحاج الريح قال انه في المتحدث من اللي قال من غرفه الاطارات او شغال في مجال الاطارات هو ذكر انه هناك دولار يحول لتمويل الارهاب في تركيا. هو بس اعتقد تنبيه جيد. هو قال يا جماعه الكلام ده في العهد السابق يجب ان لا يقال في المنابر العامه الان هذا الكلام باطلاقه عشان ما يربط بالعهد الحالي. اعتقد هو تنبيه جيد يعني. نعم. طيب يا جماعه انا والله عشان لانه اعتقد انه الزمن مشى الان الساعه 7:15 ادينا الاستاذ مدني فرصه كافيه ولا يزال الاجتماع مستمر ونتمنى في النهايه ان نخرج بقرارات ان يكون هناك اتفاق وتوافق على لكن لا ما عايزين نوجه استطلاعهم يا جماعه انا في النهايه ما العذر باين يعني هو الرايل وعد لحد الساعه 3 قال انا حاجي مؤكد يبدو انه كان واثق تماما بانه حيظرفه حيسمح لكن ما مهما كان في النهايه هو اجتماع داخل واحتمال الاجتماع يكون محتاج لتصويت وصوته مهم جدا في داخل الاجتماع
فنحن نقبل عذره ونتمنى في المرة القادمة يعني أن يأتي الأستاذ مدني، لكن كما اتفقنا الآن نحاول نوجه الدعوة للدكتور عمر الجراي أن يكون هو ضيف المنتدى للخميس القادم، وربما نختار الشخصيات الأخرى التي أشرتم إليها السيد الصادق المهدي أو السيد والي خرطوم للأسابيع التي تليه. أنا أشكركم كثيرا يا جماعة على حضوركم هذا الأنيق في هذه الليلة، ونعتذر والله نعتذر شديد جدا عن هذا الذي حدث، لكن في النهاية أنتم مقدرين الظرف الذي يعني أدى لتأخر أو لتعطيل وجود الأستاذ مدني عباس مدني معنا. شكرا جزيلا، السلام عليكم.